trade bills. discounting ال trade bills معناه ان انا مثلا معايا bill of exchange ميعادها كمان 3 شهور 6 شهور، انا محتاج فلوس دلوقتي، مثلا هي ب 10,000 جنيه، انا محتاج دلوقتي الفلوس مش عايز استنى الثلاث شهور، فاعمل ايه؟ اقوم رايح لبنك وعامل حاجه اسمها ديسكاونتنج للايه، للتريد بيل او البيل اوف اكستشينج. ديسكاونتنج يعني انا اسمها خصم. خصم ليه؟ لان هو بيجيب الفاليو بتاعها النهارده، فبيجيب لها البريزنت فاليو بتاعها النهارده اللي هي ايه، بيحسب الفوائد كانه بيسلفني الفلوس دي، لان البنك هياخد الفلوس بتاعته كمان قد ايه، 3 شهور، فطبيعي جدا ان هو مش هيديني الفول اماونت اوف البيل، مش هيديني ال 10,000 جنيه، والا البنك هيبقى كسب ايه يعني، البنك هيسلفني دلوقتي 10,000 جنيه ويستنى 3 مونثس عشان ياخدهم 10,000 جنيه، يبقى البنك استفاد ايه؟ يبقى البنك بيعمل لي حاجه اسمها خصم للكمبيوتر، يعني بيشتري مني الايه، البيل دي. طيب هنيجي بعد الثلاث شهور البنك هيبقى قدامه ايه، حل من الاثنين، يا اما هيحصل فلوسه ال 10,000 جنيه كاملين، يا اما مش هيتحصل. لو البيل ما اتحصلتش البنك هيرجع ايه عليا انا، ياخد الايه، الفلوس بتاعت الكمبياله دي. اتفقنا؟ طيب الديسكاونتد بيلز بالنسبه للبنك تعتبر ايه؟ انا عايزكم تكتبوا لي، يعني البنك دلوقتي خد مني البيل واداني الفلوس بتاعتي، تمام؟ قولوا لي الديسكاونتنج، الديسكاونتد بيل تعتبر بالنسبه للبنك ايه؟ مش شايف حد بيكتب. يبقى تاني يا شباب احنا بنتكلم عن موضوع ديسكاونتنج البيلز، يعني انا دلوقتي محتاج معايا بيل، معايا كمبياله ب 10,000 جنيه، مش هستنى ميعادها بعد 3 شهور، انا محتاج فلوسي دلوقتي حالا، مش هستنى 3 شهور عشان اخد ال 10,000 جنيه. فعندي طريقه ان انا اروح للبنك اقول له يا بنك اعمل لي ديسكاونتنج للبيل، اشتري مني الكمبياله. فالبنك لما بيشتري مني الكمبياله مش بيشتريها بالفول اماونت، بيشتريها باقل من قيمتها. الخصم ده بيمثل الفايده اللي كان البنك مسلفني الفلوس وهياخد فلوسه كمان 3 شهور او 6 شهور وتفر الماتيوريتي بتاعت الكمبياله. فانا بسال سؤال دلوقتي، البنك لما يشتري مني الكمبياله، الكمبياله تعتبر للبنك ايه؟ ولا اي حد بيكتب؟ يلا شباب انا مستني. البنك خد مني الكمبياله، الكمبياله بتعتبر بالنسبه للبنك ايه؟ ما تتكلموا شباب يلا. تمام. طيب ما ارد انا بالنيابه عنكم. الكمبياله تعتبر بالنسبه للبنك في الحاله دي اسيت. ليه اسيت؟ لان هو اشتراها من الكاستمر واداله فلوس، وهيحصل الفلوس دي بعد فتره معينه، يبقى البيلز بالنسبه للبنك تعتبر ايه؟ اسيت. ليه اسيت؟ لان حاجه هو اشتراها وهيستفيد بيها البنك. هيستفيد بايه؟ بفرق الفايده. طيب انا هديلكوا دلوقتي اكزامبل، ان كان في كاستمر ادى للبنك بيل ب 10,000 جنيه، وهياخد 2% كولكشن كوميشن، والماتيوريتي بتاعت البيل 3 شهور، و هياخد كمان البنك سيرفيس تشارج، وكان في بروتست 1% في حالة ان الكمبياله ما اتحصلتش، وكان في انترست ريت 20%. طيب لو انا جيت كتبت البوينتس دي معاكم، قلت لكم ان انا دلوقتي كاستمر هروح ادي للبنك بيل، البيل اللي انا هديها للبنك ب 10,000 ال اي، حد سامعني يا شباب؟ اكتبوا اي حاجه كده عشان بس ايه، الماتيوريتي بتاعت البيل كانت
3 شهور. البنك هياخد collection commission one percent و service charge 50 LE و interest 20%. خلي بالكوا ال interest دي per ايه؟ per year. وفي بروتست 1% في حالة ان الكمبيالة دي ايه ما تحصلتش. خلينا الاول دلوقتي هو المفروض البنك يديني كام. والله انا لو جيت دلوقتي قلت ان لو البنك كان سلفني الفلوس دي for 3 months البنك المفروض يحسب interest قد ايه. هو هيسلفني 10,000 LE multiply 20% ده per year. بس هو مش هيسلفني الفلوس year, هيسلفني كام شهر؟ 3 شهور. يبقى multiply 3/12. يلا قولولي تعالوا نحسب كده يعني قد ايه 500 LE. طب هل معناها ان الـ البنك هيديني 9500؟ لا لسه. البنك هياخد مني collection commission 1% من تمن الكمبيالة اللي هي 10,000. يعني هياخد 100 جنيه وهياخد كمان 50 جنيه service charge صح؟ طيب يبقى لو انا جيت دلوقتي قلت total interest يبقى discounted bill ال present value بتاعها للبيل كام؟ هي ب10,000 جنيه. هيتقسم منهم قد ايه؟ 500 interest plus 150 LE collection commission and service charge. يبقى ده معناه ان ال present value بتاع البيل دي كام؟ 9,000 كام؟ 350. يبقى ده معناه ايه؟ ان انا لو انا عايز فلوسي دلوقتي البنك هيقول لي اتفضل 9,350. البنك هيستنى 3 شهور وياخد كام بعد 3 شهور؟ ها يا شباب حد منكم يجاوبني. هياخد 10,000 كاملين. يبقى البنك استفاد بالفرق ما بين 10,000 و9,350. يبقى ده في حالة ان البنك اشترى ايه؟ البيل. طيب سؤال, لو انا جيت دلوقتي قلت لكم ازاي نعمل الجورنال انتري بتاع الكلام ده, هاجي دلوقتي اقول ان انا اشتريت ده الديبت وده الكريدت. انا كبنك اشتريت بيلز بكام؟ اشتريت بيلز ب10,000 جنيه. اسمها ايه؟ اسمها discounted bills. ليه discounted bills؟ لان هي مخصومة, يعني البنك اشتريها فتعتبر بالنسبة للبنك ايه؟ asset, عشان كده بتتكتب ضمن الدبت. طيب البنك اخد مني credit interest او discount interest علشان الفلوس دي هتقعد 3 شهور او كأنه مسلفاني 3 شهور, وهياخد مني كمان 100 pound collection commission وهياخد مني 50 LE service charge and that's it. ايه ده؟ لا استنى, في حاجة طبعا ناقصة. فين الفلوس بتاعت الكاستمر؟ الكاستمر اللي هم كام؟
9350. انا طبعا عميل عند البنك، فاقول له حطهم لي في حسابي الجاري، يبقى كريدت كارنت ايه، كريدت كارنت اكاونت كاستمر بال 9350. يبقى ده في حالة ان الكاستمر او سوري ان الكاستمر هيبيع البيل لمين؟ للبنك. يبقى البيل في الحالة دي تعتبر ايه بالنسبة للبنك؟ اسيت. تمام. طيب انا هوقف دقيقة بالظبط، نسمع مع بعض الموضوع تاني من الاول او الاسئلة اللي عليه. يبقى انا بتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن ان انا ككاستمر هروح ابيع البيل للبنك، فالبنك بيعمل لي حاجة اسمها ايه؟ ديسكاونتنج للبيل، يعني خصم للكمبيالة. هيقول لي الاماون دي كام؟ 10,000 جنيه. هتاخد الماتيوريتي بتاعتها قد ايه؟ 3 شهور. يبقى حضرتك دلوقتي هنخصم لك، هنحسب لك الفايده بتاعتهم والكولكشن كوميشن والسيرفيس تشارج، ونخصمهم من الفاليو بتاعت الكمبيالة، ونقول لك اتفضل الباقي. حضرتك هتتفضل الباقي، والبنك بعد الثلاث شهور يبقى يحصل الفول اماونت. هتحصلها اوكي، مفيش مشكله. ما حصلهاش يبقى بيرجع ياخد مني الايه؟ الفلوس تاني. تمام. طيب اسئله بقى على البوينت دي. فشفنا ان في بيل ب 10,000 جنيه، ماتيوريتي ديت بتاعتها 3 شهور، كولكشن كوميشن 1%، سيرفيس تشارج 50 جنيه، انترست 20%. حسبنا الفاليو، الانترست الاول 20% من 10,000 جنيه يعني 2000 جنيه في السنة، بس هو البنك هيسلفني الفلوس لمدة 3 شهور بس، والبنك هياخد مني كولكشن كوميشن 1% من 10,000، ادي 100، و50 سيرفيس تشارج 100 زائد 50 زائد 500 650، هيتخصموا من الفاليو بتاعت البيل اللي هي 10,000، والبنك هيقول لي اتفضل ده البريزنت فاليو اللي باقي اللي هم 9,350. نعمل الكلام ده ازاي في جورنال؟ مش عارف انتوا معايا ولا لا. طيب طيب بص يا شباب، لما البنك يشتري مني البيل يبقى الديسكاونتد بيل بتتكتب ديبت ب 10,000، لان الديسكاونتد بيل بالنسبه للبنك ايه؟ اذا اسيت. حلو. طيب الانترست والكولكشن كوميشن والسيرفيس تشارج ريفينيو بالنسبه للبنك هيكتبه في الكريدت. الفرق ما بين الديبت والكريدت هي الاماونت اللي البنك هيديها لمين؟ للكاستمر، 9,350. طيب تمام. هنيجي بعد الثلاث شهور. بعد الثلاث شهور قدام البنك حاجة من الاثنين، يا إما هيحصل البيل يا إما مش هيحصلها. أنا بس عايز حد منكم يكتب أي كومنت عشان أنا مش شايف حد منكم بيكتب حاجة. اتفقنا لو البيل دي اتحصلت اسمها إيه؟ Owned. لو ما اتحصلتش اسمها إيه؟ Disowned. خلينا نشوف التو كيسز. خلينا نقول الاول لو البيل دي اتحصلت ايه اللي هيحصل؟ البنك هياخد الكمبيالة ويروح للشخص اللي مسحوب عليه الكمبيالة، يقول له هات الكمبيالة اللي عليك العشر تلاف جنيه، فالراجل هيسدد. يبقى البنك حصل الفلوس، يبقى دي اسمها اونرد. البنك الراجل ده ما يعرفوش ولا عميل عنده ولا حاجة، فهيحصل منه الفلوس دي ايه؟ كاش. يبقى هياخد كاش ويلغي من عنده ايه؟ يلا انتوا اللي قولوا بقى. هيكتب ايه؟ هيكتب discounted bill. مش احنا اتفقنا ان البيل، مش احنا اتفقنا ان البيل discounted bill بعشر تلاف دابت لانها asset. حلو. البنك حصلها يبقى يلغيها لانها اتحصلت. يبقى جالي كاش انا كبنك 10,000 لحساب الديسكاونتد بيل 10,000. اتفقنا؟ طيب البيل مش هتتحصل، وهو في الاول قايل لي ان كان في مصاريف بروتست 1%. يعني ايه؟ يا عميل انا هدي لك الفلوس وكل حاجة، بس الكمبيالة لو ما اتحصلتش انا همشي في الاجراء القانوني، وبعدين ادي لك الكمبيالة تديني الفول اماونت العشر تلاف جنيه. اوكي. البنك دفع بروتست، ما هي الكمبيالة ما اتحصلتش، دفع بروتست فيز 1% وكاش،
1% من الكمبيال اللي هي 10,000 يبقى 100. وبعدين هيحمل العميل بإيه؟ هيقول للعميل هات إيه؟ هات الفاليو بتاعت البيل اللي هي 10,000 جنيه، يبقى هناخدهم كاش أو هناخدهم من الكريدت current account. هناخد 10,000 جنيه زائد 100 جنيه اللي هي البروتست، ونلغي، يبقى احنا اخدنا كام؟ 10,100. اتفقنا؟ اهي 10,100 من حساب العميل الجاري او يدفعهم لنا كاش واتفر. ليه 10,000 حساب البروتست، سوري انا اسف، الديسكاونت بيل، ومية اللي هي ايه بقى شباب؟ اللي هي البروتست فيز. وهو بقى العميل يبقى يحصل الكمبيالة مع نفسه، مش قصتنا احنا كبنك. يبقى ده بالنسبة للديسكاونتد ايه؟ للديسكاونتد بيلز. طيب يبقى نعيد تاني مع بعض. كان عندي بيل ب10,000 جنيه، ماتيوريتي بتاعتها 10 شهور، 3 شهور، الكولكشن كوميشن 1%، سيرفيس تشارج 50%، انترست 20% بير يير، بروتست فيز 1%. العميل جه باع الكمبيالة للبنك، فالبنك اشتراها منه، البنك هياخد الفايدة بتاعته اللي هي 20% من 10,000 جنيه بس للماتيوريتي ديت اللي هي 3 شهور، وهياخد منه الكولكشن كوميشن والسيرفيس تشارج، ويدي للعميل اللي الفلوس اللي باقية اللي هي بنسميها الـ present value of the bill اللي هي 9,350. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه discounted bill، يعني العميل بيبيع الكمبيالة بتاعته لمين؟ للبنك. طيب يبقى الكمبيالة دي considered an ايه؟ an asset، لان العميل البنك اشتراها من العميل. طيب لما اجي دلوقتي اقول discounted bill، العميل هيشتري البيل، يبقى اشترى بيل ب10,000 discounted bill في الاسد دبت، لان دي ضمن الاسد بتاعت البنك لان هو اشتراها من العميل. خد من العميل interest وcollection commission service charge، وهيحط له اللي باقي في حسابه الجاري current account. بعد الثلاث شهور البنك هيبقى قدامه حل من الاثنين، يا اما هيعمل كولكشن للبيل يا اما مش هيحصلها. لو البنك عمل كولكشن بياخد الفلوس من اي حد اللي عليه الفلوس كاش لحساب الديسكاونتد بيل 10,000 لان الاسيت اتحصل. لو ما اتحصلتش البنك بيدفع البروتست وبيحمل العميل حاجتين، الديسكاونتد بيل والبروتست، وناخد الفلوس يا اما كاش يا اما من حسابه الجاري. تمام؟ طيب انا هنزل لكم مسألة دلوقتي تحلوها في خلال ربع ساعة، وتحطوا لي الحل بتاعها، والنهاردة ان شاء الله هنزل مسألة وتحلوها لي في ربع ساعة. و بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل لكم البي دي اف، ودكتور محمد شعبان كمان هبعت له المسائل اللي المفروض هيحلها معاكم بالنسبه لتشابتر 2 وتشابتر 3. اتفقنا؟ هنزل المساله دي تحلوها لي في خلال ربع ساعه وتنزلوا لي الحل بتاعها. تمام؟ بلاش ربع ساعه، خليني اقول نص ساعه علشان تبقوا لحقتوا تسمعوا اللايف وبعدين تحلوا المساله. اتفقنا؟